يعني من المؤكد تماما، يعني إذا جاء أولا الدور الذي مارسته لم تكن دورا حياديا، يعني خلينا ننقدها بلاسخارت بطريقة واضحة تماما. بلاسخارت لعبت دورا سيئا، وربما فقط ببعض إحاطاتها لعبت دورا إيجابيا، لكن تحركاتها لم تكن مبنية على مصلحة الشعب العراقي، هناك مصالح حاكمتها، وبالتالي نحن نقول لابد أن يكون على رأس البعثة في الفترة القادمة المتبقية شخص نزيه أكثر قوة وأكثر فهما في عمل البعثة وحقيقتها، لأن البعثة لابد أن تراعي حقوق الإنسان. وبلاسخارت فشلت في ملفات أخرى كالنازحين وإعادتهم ومدن منزوعة السكان نعم والمعتقلين والإعدامات والتضييق على حرية الرأي، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك على رأس البعثة شخصا مهما. ولكن لابد أن نبين على قضية مهمة تماما في هذا الموضوع، أن العراق لا زال ساحة دولية، فيه تحالف دولي، فيه قواعد أمريكية، فيه قواعد إيرانية، فيه قواعد تركية، فيه حزب العمال الكردستاني الذي بدأ يخطف فتيات عراقيات في سنجار والمناطق المحيطة فيها ويجندهم لصالحه، ويهدد من حقيقة يتجاوز على القضية. فيه ميليشيات أخرى عابرة للجغرافيا العراقية نعم والحدود العراقية مستعرة. هذا التشابك الدولي هذا لا يؤهل العراق أن لا يوجد مراقب دولي. فإذا العراق بدءا هو لا يستطيع الخروج من مأزق أن يكون قاعدة دولية كبيرة على أرضه، وبالتالي أيضا لا يمكن الخروج من قاعدة أو من بعثة دولية أيضا من مجلس الأمن. لذلك أرى أنني يعني من خلال ما قرأته سياسيا وقرار مجلس الأمن الدولي يتضح لي أن بعثة الأمم المتحدة أو قبول قرار العراق بدون استخدام الفيتو الأمريكي هو لامتصاص غضب ولإعطاء فرصة لحكومة السودان أن يقول لحلفائه من الفصائل وغيرها أنني سأعمل على إنهاء التواجد الدولي لفترة سنة ونص، لكن بعد انتهاء الفترة أعتقد مجلس الأمن الدولي بدون الرجوع إلى العراق طيب سيمدد مهمة البعثة.